بتعمل على الأرض ومن هالأمور هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم رئيس قسم الإشعاع في مشفى مارتن نعمان المركزي. تعرض المشفى ليلة البارحة بتاريخ 4/2/2018 لستة غارات من الطيران الخنزير الضامن الطيران الروسي، مما أدى إلى خروج المشفى بشكل كامل عن الخدمة. والمشفى يعتبر هو المشفى الوحيد كان في هذه المنطقة يخدم أكثر من 20,000 مريض شهرياً.